سلسلة البداية من الصفر في لعبة فري فاير، ان انا اعمل حساب جديد واضيف فيه متابعين واعمل رابطة وادخل فيها متابعين بدون شروط. ولو انت ما شفتش الجزء الاول او الجزء الثاني روح شوفه علشان تفهم السلسلة. وفي الفيديو ده يا اساطير هنعمل رحلة الوصول للهيرو، وكمان هنجيب سكن السجين في اقل من نص ساعة. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على النبي وادعوا لاخواتنا في فلسطين، ويلا نقول ليتس جو. اولا كده يا جدعان هو ده سكوادي، ويلا نلعب خارج القانون علشان نجيب سكن السجين. وطبعا الطريقه اللي انا هستخدمها ديت هتجمع لي توكن كتير قوي، ان انا هكون العميل وهقبض على السجناء. هروح مكان محدد من الخريطه واخليهم يجوا المكان ده، وبعدين اقبض عليهم وهاخد توكن. اوكي يا جدعان يلا بينا نروح لاصحابنا. ثانيه كده اعمل التوك توك علشان اروح بسرعه. تعالى يا اسطى جرب عليا، بقالي ساعة بجيلك بسرعة كده قبل ما حد يغدرنا. لا يا جدعان صاحبنا ده ممكن نسرق الكلات مني. تعالى يا اسطى بسرعة يلا اقبض عليك. تعالى انت يا اسطى ما تضربش، يقرب عليا اخلص. اوكي تعالى انت كمان. لا يا جدعان بيغدروا. لا يا جدعان اوكي تعال انت كمان. لا سرق الكلايه يا اسطى. بتعمل ايه يا اسطى؟ تعالوا يا جدعان خدوا كفرات هنا علشان محدش يجيبهم. قرب يا اسطى يلا تعالى. اصل بجد يعني ما ينفعش كده بعد التعب ده كله وفي الاخر واحد كده يجي يغدرهم. اوكي انا حاليا معايا 15000 توكن في اقل تقريبا من 10 دقايق تقريبا كده. اوكي على كل كلاية بقبض عليها باخد 800 توكن. معظم الكلات اتسرقت للأسف، فانا هضطر ان انا اعمل خدعة علشان اجمع توكن اسرع. تعال يا اسطى كده اركب التوك توك، اول لما يركب التوك توك على طول هقبض عليه. اوكي زي ما انتم شايفين كده ينفع ان انا اقبض عليه بعد ما هو ركب التوك توك. اوكي انا حاليا معايا 43000 توكن و700. كله سابني بقيت لوحدي ولسه 5000 توكن علشان اجيب سكن السجين، فاضطريت ان انا اروح المتحف علشان اجمع توكن. جمعت 5000 توكن، يلا بينا نروح نحولهم بسرعه قبل ما العميل يجي يقبض عليا ويروحوا عليا على الفاضي. بسرعه بسرعه بسرعه. هو يا جدعان واخيرا جمعت 200000 بعد ساعة. انا كنت بقول هجمع بعد نص ساعة ولكن للأسف الكل راح. يلا بينا نجيب سكن القناص اللي انتو شايفينه ده. يلا بينا. اكيد طبعا بهزر معاكو، لازم ان انا اجيب سكن السجين ده اندر من الساكورة. كان طبعا كان فعل ماضي. مفيش حد فاتح حاليا من المتابعين، فهضطر ان انا العب كلاسيك واد مصنف لوحدي وكمان اطلع هيرو. زي ما انتم عارفين ان انا بتدرب على التبديل السريع للاسلحه، فمحدش يستغرب من طريقه لعبي. اوكي هما فين بقى دول؟ ايه ده هما لحقوا وجابوهم؟ اوكي اللي ضدنا بوتات علشان انا بوت. للأسف يا جدعان مفيش متعة في اللعب، فهضطر ان انا اقفل اللعبة بعد الجيم ده والعب مع اصحابي لما هم يفتحوا. اوكي النت عندي كمان مش حلو دلوقتي فهقفل اللعبة حاليا. بعد ما نمت وصحيت هو ده سكواد المتابعين اللي انا هلعب معاه، ويلا بينا ننزل جيم كلاسيك واد مصنف. ليتس جو. لا يا جدعان التبديل السريع للأسلحة مخيلني ومش عارف اتحرك من مكاني. لازم ان انا اتدرب عليه شوية، مش عارف العب بيه حرفيا. عاش عليك يا اسطى بسرعة قبل ما حد يفنشنا. شكرا.
خلي بالكو علشان جايب المنجل. لا سمعوا عليكو انا ههرب. ابلع يا اسطى. لا يا جدعان لسه اتنين عليك يا اسطى، هتقدر عليهم، هتقدر يا فري. فري 444. ايوه يا اسطى اضرب بالمنجل ما ترحمش حد، عاش عليك كفو. اوكي يا جدعان نتدرب شويه على التبديل السريع للاسلحه بشويه صعوبه علشان اول مره العب بيه. ابلع يا اسطى. لا يا جدعان السكوادي كله وجع نوك داون، ازاي ازاي بجد كده؟ لا يا جدعان. لا بصوا من الاخر كده، التبديل السريع للاسلحه انا مش هلعب بيه، لازم ان احنا نكسب الجيم ده. ابلع. لا يا جدعان كنت عارف ان هي هتتسرق، ليه كده يا اسطى؟ بجد ديمتري وسونيا دول خربوا اللعبه بجد يعني. اخر واحد يلا تعالى. هات راسك. ابلع يا اسطى. علوبي. ان شاء الله 50، ان شاء الله المليون يا ميسي. ان شاء الله، بس يا ريت كل اللي بيشوف الفيديو ده يعمل اشتراك. اوكي يا جدعان اخر جوله، ثانيه كده بقى علشان اجيب دبل القوم علشان اخلي السكواد اللي ضدي يجيله رعشه مش يعرف يتحرك من مكانه، علشان انتوا عارفين يعني ان انا محترف، يعني انا بي سي، تليفوني ده بي سي. اوكي انا برونتو كل في نفسي، يعني انا جوايا كده برونتو كل. يلا بينا. انا عاوز اعرف بقى فين العيال دي. لا يا اسطى يا اسطى انا بهزر معاك. لا ما تبشش عليا يا جدعان، انا عمال اقول انا برونتو كل وفي الاخر هبلع. حد يجي يساعدني يا جدعان، انا مش بعرف العب بالقوم، انا لسه بتدرب. زي ما انتوا شايفين كده مش عارف ادمجه. لا يا جدعان السكواد بيبش علينا. لا يا اسطى اعمل معايا حاجه. ابلع يا جدعان صاحبي وجع نوك داون. لا انا الواحده على ثلاثه. ابلع عاش عليا. لا هيجيبوني هيجيبني ده. ابلع. اللي انا عملته ده ايه ده يا جدعان؟ برضو انا بوت، انا مش بعرف العب، صدفة، كل ده صدفة. ويا رب الفيديو يكون عجبكو، ما تنساش انك تحط لايك، واشوفكو الفيديو الجاي وسلام.